بخير عليكم كبيدات، كيف صباحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم اختي في هذا الفيديو الجديد. ديت معكم اختي الفيديو من الطوموبيل حيت صافي غدا في الطريق ومشى عليا الحال وصافي، وبغيت نبدا معكم الفيديو. جد دابا غير البومبا ندير ليسانس، ما عرفتش فين غتبان لكم، المهم جيت غندير ليسانس الزربه نشد الطريق داك الساعه وانتم غادي حنا كنهضر معاكم. نشرح لكم الفيديو كيف ما شفتوا من العنوان ومن المينياتور، غيكون الفيديو ناضي كناضي اختي. المهم بقاي معايا. فوالا كبيدات، دابا حنا وصلنا يلا ستاسيونوت وغادي نطلعوا. قبل البنات ما نقول لكم زعما شنو غادي نلبس في هذه المناسبه، كيف ما شفتوا قريتوا في العنوان وفي المينياتور، كاين المناسبه ديال صاحبتي الله يكمل عليها بالخير يا ربي، ويسهل ليها ويثبت ليها ويسهل لكاع البنيات اللي باقين بلا زواج، الله يسهل عليهم كاملين. فالبنات قبل ما زعما نقول لكم شنو غنلبس ولا شنو زعما شنو غنديروا في المناسبه وداك الشيء، غادي نخليكم مع شنو كندير قبل ما نمشي لاي مناسبه باش كتكون لابو ديالي فحال هكا، يعني ما فيهاش ديزامبيرفيكسيون، كتجي زوينه في الميكاب وكل شيء. نخليكم مع واحد الفيديو ديال التحضيرات ديالي فاش كنت في الدار، لي ماسك اللي كندير، لي دغاتاسيون، شنو كندير بصفه عامه قبل من اي مناسبه كيف ما كانت. الله يجعلها ما تكون غير هكا شي موعد غادي نخرج نتلاقى مع شي حد ولا، المهم كيف ما كانت هذا الشيء هو اللي كندير. المهم تبعوا البنات معايا وخليكم في الفيديو. ودابا البنات ندوزو للكوماج اللي معتاد عندي، هو القهوه واي زيت عندكم سواء اللوز اي حاجه، ودزت معاه قطرات من الفيتامين سي. من بعد البنات دزت الماسكات، تقدروا تاخذوا ماسكات واجده يعني تشريوهم او ديروا ماسك طبيعي اللي غادي نحضر معكم دابا انا دابا، وهو اللي درت صراحه حيت كان عندي الوقت فقلت علاش لا ندير ماسك طبيعي. اللي خديت معلقه ديال ياغورت مسوس ومعلقه ديال الخرقوم البلدي، هذا هو الماسك المعتاد عندي من زمان وكيعجبني وما عمر له لي شي حاجه خايبه لوجهي، بالعكس كيعطي واحد لي كلا زوين. صافي غتخلطوا هذاك الخرقوم وداروا النسوس، وكنعتذر البنات على صوتي راني مريضه، كنمونطي لكم هاد الفيديو ومريضه والله العظيم. وفقط الاضافه هنا البنات زدت قطرات من الفيتامين او، اللي عندها ديروا، اللي ما عندهاش يعني تستغنى عليه تخلي غير الماسك طبيعي. مع دابا انا هاد الفصل ديال الشتاء وجهي كيبدا يتقشر ليا وكينشف، فقلت نزيد الفيتامين او كيرطب وكيعطي واحد ليدغاتاسيون زوينه. خذوهم من لا فارماسي البنات، وعطى الله لي مارك زعما بزاف لي زوينين، وبقاو ديفو هكا على لي ماسك ديالكم. دابا غادي نطبقوا على وجهي، عاد ممكن كتكون البشره ديالي جاهزه للميك اب. صافي كبيدات، هانتوما من بعد ما درت هذاك السكين كير وداك الشيء كامل صافي جينا، راكم شفتوش ديال الطريق، وجينا للدار وحطات لنا خالتي الغداء ديالهم اللي داروا. نوريكم واحد الاكله حنا كنديروها معروفه عندنا بزاف، هي المنقوبه، نوريها لكم. ما عرفتش واش تعرفوه ولا لا. ها هو البنات الفول المنقوب، تنقولوا حنا المنقوب كنديروه في الشتاء بزاف زوين. ها انتما البنات، هاي تحني ليا، هاي البنات حني ليا خيتي، حني حني حني. شحال ديال البنات كنا كنمشيو للحمام انا وغيتو كنديرو الحنه للحمنه، وكتبقى تشد ودي ليا في يديك وكتقول صلاه، وثم الناس كيبقاو يشوفوا، كيبقاو يشوفوا فينا الصحاب اليوم واش عروسه اليوم بالصحه عروسه. كيفاش معانا الحنه بزاف البنات ما كنديرهاش. تبارك الله عليك يا لالا، عاشق سيدنا النبي صلوا عليه، تربح يا مصلى على رسول الله. بركة صح، جاتك زوينة هادي، اش بغيتي حليها باش ما تبقاش تبان قصيرة. درتي ليها هاد الكوار عوجك دايما اوجاب، ما اوجاب راه كترت خالتي وفاء كتقول لها شوفي شوفي حلي لها التفكيكة تكفيفة. الله يطرح عرفتي سعيدة مسكينش ندير ليها تحطها وكاك. هانتوما البنات سيدات الحنينة، البنات حنا خرجنا غير بيجامات، لقيتونا غنمشيو الحنينة شوفو، لقيتونا البنات غنمشيو مع أميمة باش تضرب لاك دابا، هما غيمشيو بالطوموبيل ديالها وصافي غادي نمشيو حنا نتبعوهم من اللور. إوا صافي غادي نقولكم واحد الحاجة غنضحكو، شوفو فيها اللوز و الطباصل الطباصل الحلوة وقت الحلوة كرهت الماكلة داكشي اللي غتبعها. يلا كبيدة حنا هابطين ما تعكريش كاله. يلا كبيدات انتما معانا،
حنا يلبس غاديين ومعنا اخت العروسه اللور شي كلمه شي كلمه الاميمه بلاتي غنقرب وحداهم نلصق عليهم ونبقاو غادي كنطوط جيهان شي كلمه الاميمه اختك الله يسهل عليها الله يكرمهم الخير الله يسهل عليها 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 على كاع البنات اللي بغات شي حاجه الله يسهل عليها فهاد النهار ويتبت كاع البنيتات اللي كتمنى لها جمع ربي باللي كتبغي الله يسهل عليها كل اللي مزوجه بغات الدريه الصالحه الله يعطيها الدريه الصالحه يا ربي ايوا حنا في الطريق اختي وحنا اختي غاديين البنات حنا دابا عندنا الدور راه صافي سينا دخلت للقفص الذهبي الله يبارك عليها وتبت لها يا رب وتبت لكاع البنات المزوجين امين امين دوك هادشي تصغر فيك صغرتي صغرت لا مش مشكل زغرتو يلا قولي اختي صلاه وسلام صلاه سلام على رسول الله يا راه عندكم اجر زوين والله امين امين يسهل على الجميع زاد الناس كتزوجهم في النهار كل نهار ونهار كيف دابا هذيك هي احسن حاجه المهم الاهم هو انك انت كتشوفي خرج فرحان عندكم الاجر امين على كاع البنات العارضه شوفوا اللي جايين مع العروسه كيجايين جايين بالبالطوف شوفي اخت العروسه شوفوا صحابه العروسه كيفاش دايرين شوف رجل الغوري اللي كنا تلبس 40 والبيجامات من الفوق شتوها Oh,
هانتوما خالتي هي اللي طيبه تبارك الله حادقه ودابا هي كتخوي لهم في اتاي تبارك الله عليك. وريهم الصبيعه تورهم الصبيعه. شوفوا 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 ما تدوش على الصباغه اللي مشات. اه كتخوي دابا اتاي. مرحبا بكم معنا. هالكاس حلو هالكاس حلو هي اللي بقات غضبانة. الله 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 طلعات وريحة التخليطة والتعشيبة والعطر شايخ عشيبة خالتي راه كدير الأتاي بواحد الطريقة راه مايمكنش ما كاينش اللي ما كيشربوش يقول لها ديال من عرفتي شنو كدير فيه اللي شربو يموت واللي ما شربو يموت كدير فيه ربطه ربطه من الحاجه. حنا الوحيدين اللي تنكثروا النعناع والله ضروري حنا من تخليطه ما كنكثروه. هو اللي هزها يا اختي هزها وما يهزها غير شي سربايين سربايين صحيح حيت الكاس حيت الكاس براد طويل ثقيل زعما هو فينيكو فينيكو صافي وحنا دابا جالسين كيشربوا اتاي عاوتاني عاود دقيقه عاوتاني نشطحوا اختي ونشطحوا شطحوا شطحوا وعاوتاني نتعشاو وصافي دابا نتوما معايا المهم حتى ما تقربوا حتى داك الشيء. هالعشا 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 يلا ذوقي تبارك الله على اللسانة طباخة طباخة يا الفتاخة سكتي ايوا ها هو الدجاج تبارك الله ها هو مزال دابا وصلت توقيت هاد الدخل الخوي تمام يا ليلى وصلت على نبي حنا دابا سالينا لا سواغي ديالنا سالينا المناسبة وصافي ونحن غادي دابا في الطريق عرفتو البنات عيني ولاو حمرين مع كل دايرة لي لونتي منقولش لكم كيفاش ولا والله العظيم صافي انا غراجعه انا وماما في الطوموبيل ما بغيناش نبات حيت الصباح عندي اكزامان وما نقدرش نبات هنايا ما يمسي زعما دارنا وكلشي ولكن ما نقدرش نبات حيت عندنا الامتحان. والمهم كبيدات ها نتوما معايا وكنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.